صباح الخير، معاكم كابتن محمد سيد. طبعا ناس كتير الفتره دي قعدت في البيت، وناس كتير بتقعد بشكل غلط، فده بيأثر على صحتنا بعد كده بالسلب. ناس كتير بيجيلها الام في ظهرها والام في رقبتها بسبب القعده الكتير بشكل غير صحيح، وكمان الموضوع ده بعد فتره ممكن يعمل له مشاكل في البودي بوستشر اللي هو شكل الجسم. ساعات بنلاقي ناس عامله كده بالشكل ده، طبعا ده راوند شولدر بيجي نتيجه القعده الغلط اللي اغلبنا كتير بيقعدها على الموبايل او لابتوب وهكذا. خلينا النهارده نتمرن مع بعض بعض التمارين اللي هتساعدنا ان احنا نعالج المشكلات دي، او نساعد ان احنا نقلل ريسك ان المشكله دي تجيلنا، وهنقوي في نفس الوقت عضلات الظهر. اول تمرين معانا، هقعد بالشكل ده وابدا ان انا اعمل كيك باك بالشكل ده واثبت فوق. ممكن اصعب التمرين شويه ان انا ارفع ايدي، يبقى ايد عكس رجل بالشكل ده، وممكن ان انا اعمل التمرين دايناميك بالشكل ده 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هغير الجنب التاني برضو، هعمل نفس البوزيشن واعمل بعد كده دايناميك 3 4 5 6 7 8 9 10. وممكن اثبت بالشكل ده وابدا ان انا ارفع رجلي لفوق عشان اقوي عضلات اللور ابس. تالت تمرين معانا، هبدا ان انا احط ايدي هنا واحاول ان انا اخلي كوعي يلمس ركبتي وارجع تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده هعمل الايد التانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده رابع تمرين معايا، هبدا ان انا انام بالشكل ده واطلع بكتفي الاثنين برقبتي لفوق 1 2 3 4 5. ممكن اثبت 30 ثانيه او اعمله دايناميك بالشكل ده 1 2 3 4 5. اخر تمرين معانا، احط رجلي الاثنين بالشكل ده وايدي الاثنين في 9 كتفي، ببدا انزل بالهيب لورا واطلع تاني لقدام 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طبعا التمارين دي سهله وبسيطه، نقدر نعملها في كل مكان، في البيت او في اي مكان نقدر نتمرن فيه، وكذلك ان هي بتقينا من حاجات كتيرة خاصة مشاكل الرقبة والعمود الفقري. طب وانا في الحلقات اللي جاية هنبدأ ننزل تمارين اكتر.